السلام عليكم طلبة المرحلة الثالثة في القسم الثاني أو الجزء الثاني من المحاضرة اللي تتعلق بالفصل Liquefied Gases. ذكرنا في المحاضرة السابقة كل الأمور اللي تتعلق بالأنواع ومميزاتها. هذه المحاضرة سنبدأ بالماتيريال اوف كونستراكشن. الماتيريال اوف كونستراكشن تصنع هذه التانك التي ذكرت أو التانكيات التي ذكرت أو الخزانات التي ذكرت في المحاضرة السابقة أو بالفيديو السابق من عدة معادن، وذكرنا أن الإنفار والستنلس ستيل والألمنيوم قد يدخل بالصناعة. فمن المميزات اللي تكون في الماتيريال اوف كونستراكشن التالي: مينيمم سيرفيس تمبريتشر، يعني لازم نأخذ بنظر الاعتبار أن المعدن لازم يتحمل درجات حرارة قليلة جدا. ليش؟ لأنه في عملية نقل، لأن LNG والLPG أو Liquefied Gases بصورة عامة هي تكون تحت ضغط ودرجة حرارة قليلة في عملية النقل. Low temperature toughness. This is vital because metals become brittle below a certain temperature. يعني ال toughness أو low temperature اللي هو خاصية toughness يجب أن تكون تأخذ بنظر الاعتبار. السبب لأنه المعدن قد يتحول إلى brittle material below certain temperature، يعني معدن هش قد تكون أي درجة حرارة، يعني مثلا إذا صممنا المعدن إلى ناقص 55، إذا أي درجة حرارة زادت أو قلت عن ناقص 55، فلنفرض انه هي صارت ناقص 70، فراح المعدن راح يتأذى، وبالتالي راح يصير عندي عملية brittleness، يسمى يعني هشاشة المعدن راح تقل بصورة سريعة جدا. الكربون ستيل، ستانلس ستيل، والإنفار اللي هي النيكل بلس ايرون and aluminium is used to achieve low temperature characteristics. يعني هي هاي النوع من المعادن التي يصنع منها الخزانات لتنقل liquefied gases. Ships carrying fully refrigerated LPG have tanks capable of withstanding temperature down to minus 55 degrees Celsius. هذا كexample، يعني هذا النوع من التانكيات اللي هو fully refrigerated LPG ينقل لي LPG، يجب التانكيات مالته انه تتحمل ناقص 55 درجة. Boiling point of liquid at atmospheric pressure، يعني boiling point او نقطة الغليان، نقطة درجة الغليان يجب ان تحسب للسائل عند الضغط الجوي بعملية التصميم. Fully refrigerated ethylene اللي هي توصل ناقصة 104 أو للLNG اللي هي ناقصة 162، يعني هاي أيضا درجات حرارة واطئة وقليلة جدا، يجب أن نستخدم نوع الفولي ريفريجريتد تانك. بالنسبة للتانك إنسوليشن، thermal insulation must be fitted to refrigerated cargo tanks for the following reasons: to minimize heat flow into cargo tanks thus reducing boil off. يعني الثيرمال انسوليشن يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار الاسباب التاليه: حتى نقلل عمليه سريان الحراره او انتقال الحراره في داخل التانك، وهذه راح تؤدي الى تقليل البويلينج بوينت. To protect the ship structure around the cargo tanks from the effects of low temperature. حتى أيضا نحمي التانك من الخارج أيضا، يعني العازل قد يكون شغله أنه هو من الخارج والداخل. ليش من الخارج؟ من الخارج لأنه أحيانا السفينة تمر بظروف جوية توصل درجة حرارة بها ناقص يعني درجات جدا قليلة، وبالتالي حتى أحمي المعدن هذا من التلف. Characteristics of insulation material.
ما هي خصائص الانسوليشن ماتيريال او المادة العازلة؟ تكون low thermal conductivity، ده معامل الحرارة ومعامل انتقال الحرارة، معامل التوصيل يكون جدا قليل. ability to bear loads، يعني ممكن تتحمل الأحمال. ability to withstand mechanical damage، يجب أن تتحمل الخسائر أو العطال الميكانيكية أو الأضرار الميكانيكية. lightweight، خفيفة الوزن. وتكون unaffected by cargo liquid or vapor، يعني ما تتأثر بالسائل كيميائيا ولا حتى في بخار السائل، يعني ما تتفاعل معه. gas carrier type، عندي الفيديو السابق تحدثت عن التانك تايب، هسه حاليا gas carrier type. gas carrier type اللي هي نوع الحمولة المنقولة. نوع الحمولة المنقولة تكون إما semi pressurized ships وإما تكون fully refrigerated LPG ships وإما تكون LNG ships، يعني نوع السفينة اللي تحمل هذه المواد. عادة semi pressurized تكون smaller size ship، يعني حتى shipment الحمولة تكون قليلة. والfully refrigerated والLNG تكون large size ships. وأيضا عندي fully pressurized ship، يعني fully pressurized والsemi pressurized تكون الحمولة جدا قليلة مقارنة بالfully refrigerated LPG والLNG ships. الإثيلين أيضا تكون من ضمن الحمولة قليلة. fully refrigerated ships، المميزات هذه السفينة تكون simplest type، نوع الأبسط من الأنواع اللي ذكرتها سابقا. fitted with type C tanks، design pressure is equal to 18 bar. no thermal insulation or re-liquefaction plan is necessary for these ships and cargo can be discharged using either pumps or compressors. يعني ما نحتاج لإنسوليشن حراري، ليش؟ ولا نحتاج أيضا لعملية re-liquefaction. re-liquefaction شنو هو؟ هي عملية تحويل بخار السائل إلى سائل. السبب لأنه أحيانا عندي خلال عملية النقل الخزان يملأ إلى ليفل معين، وإذا كان هذا الليفل قليل فراح توجد مساحة فارغة أو مسافة فارغة ما بين قبة التانك أو قمة التانك وما بين المستوى سطح السائل داخل التانك. هذه المسافة عندما ترتفع درجة الحرارة راح يتبخر السائل في هذه المساحة ويتحول إلى بخار، فلازم إذا تركت هذا البخار على وضعه راح يؤدي لي إلى مشاكل وأحيانا إلى انفجار. فلازم أخذ بخار السائل هذا وعن طريق الكمبريسر وأضخه إلى re-liquefaction plant اللي هي فد منظومة موجودة على سطح السفينة تحول لي بخار الماء إلى ماء، إلى العفو بخار السائل إلى سائل، ومن ثم إرجاعه إلى الخزان. heavy because it's design pressure، ليش؟ لأنه تكون ثقيلة، لأنه design pressure مالتها اللي يساوي 18 بار تتحمل، فلازم أن تكون thickness مالتها عالي. capacity 4000 إلى 6000 متر مكعب. تحمل ال LPG والأمونيا. no secondary barrier required because it's fitted with type C. hold space ventilated with air، يعني ال hold space المسافة ما بين secondary ال primary والship هذه يجب أن تملأ ب يجب أن بمنظومة تهوية، تملأ بمنظومة تهوية، أو يجب أن يكون هناك منظومة تهوية لهذا السبيس الغرض حتى نمنع أي عملية ارتفاع في درجة الحرارة أو حدوث أي خلل معين في الهواء. discharging by pumps or compressors، يعني تفرغ الحمولة عن طريق المضخات أو الكمبريسر.
النوع الثاني اللي هو semi pressurized ships. مميزات هذا السفينة تكون fitted with type C tanks, maximum allowable pressure or maximum working pressure 5 to 7 bar. Less weight because of reduction in design pressure, يعني تكون less weight as compared to fully pressurized ships. ليش؟ لأنه البريشر هنا عندي قل. Carry gases such as LPG, vinyl chloride, propylene, butadiene إلى آخره. Capacity 3000 إلى 20000 متر مكعب, يعني أكثر من الأولى. No secondary barrier required because it's fitted with type C. يعني أي إحنا مثل ما نعرف إنه الكونستركشن مال type C هو ما يحتاج إلى secondary barrier, ولذلك هذه السفينة هي من ضمن هذا النوع. Suitable with temperature which is less than minus 48 degrees Celsius if low temperature still used, and minus 104 degrees Celsius if special alloyed steels or aluminium used. Discharging, loading through refrigerated or pressurized facilities. يعني مو مثل النوع الأول اللي هو fully pressurized. ليش؟ لأنه درجات الحرارة جدا critical في هذا النوع, ولذلك معدات خاصة مبردة تقوم بعملية النقل من الخزان وإلى الخزان. ethylene ships, نوع الثالث من السفن اللي تنقل الأثيلين, built for specific trades but will also operate carrying LPG or chemical gases. يعني هذه هي تبنى لي أو تصنع لأغراض خاصة, نقل الأثيلين أو نوع خاص من الكيميكال جازز. Normally fitted with type C tanks, also A and B. Capacities is 1000 to 12,000 cubic meter. No secondary barrier is required for type C. Thermal insulation required. High capacity liquefaction is required. يعني مو مثل النوع الأول. في هذا النوع يجب أن نحتاج إلى liquefaction وتكون high capacity. ليش؟ لأنه تكون عندي درجات حرارة critical عندي, والمادة المنقولة أيضا critical, يعني boiling point مالتها كلش عالي, وبذلك يجب أن أحتاج liquefaction with higher capacity. Double hull is required for cargoes carry minus 55 degrees Celsius. النوع الآخر اللي هو fully refrigerated ships, أو النوع الرابع, carry cargoes at atmospheric pressure, يعني ممكن أنه نحمله عند الضغط الطبيعي. Carry cargo, carry large quantity of LPG and ammonia. يعني هذا النوع يستخدم LPG والأمونيا بشكل خاص لأنه هو fully refrigerated. Fitted with independent integral semi membrane tanks. كل هذه أنواع من التانكيات أو الخزانات هي من الممكن وضعها على هذه السفينة, هذا النوع من السفن. والماكسيمم وركينج بريشر از 0.7 بار. لو تمبريتشر ستيل يوز تو بيرميت كارج تمبريتشر ماينس 48 ديجري سلسياس, يعني درجة حرارة تكون جدا قليلة ويجب المعدن ان يتحمل هذه درجة الحرارة. كاباسيتي 20000 الى 100000 متر مكعب. It has 6 cargo tanks. يعني عادة الـ fully refrigerated ships تحمل عدد من الخزانات اللي يساوي 6. هذه فت خاصية لهذه السفينة. Tanks supported on wooden chocks. الشوكس اللي ذكرتها بالفيديو السابق هي موقعها يصير تحت التانك بالضبط من ضمن السفينة, تتحمل الـ expansion and contraction and prevent movement of tanks under static or dynamic loads. يعني وظيفة الشوكس هي الـ
تتحمل الإكسبانشن والكونتراكشن و prevent movement of tanks under static and dynamic loads. Fully refrigerated ships. Tanks provided with anti-chocks to avoid lifting in case of ballast tank leakage. الانتي-chocks هي توفر في هذه النوع من السفن. ليش السبب؟ To avoid lifting in case of ballast tank leakage. ليش؟ لأنه في حالة يكون عندي leaking بالballast اللي هي هذه الخزانات الصغيرة اللي تكون على سطح التانك نفسه، يعني يكون عندي بالكورنر فد أو بالزاوية خزان صغير يملأ بالماء في حالة يكون فارغ الخزان. السبب حتى يكون عندي عملية البالانسينج للسفينة. النقطة الثانية والميزة الثانية thermal insulation and liquefaction is required. ثالثة heaters and booster pumps are provided to allow discharging. يعني يجب أن تزود هذا النوع من السفن ب heaters و boosters pumps، نوع خاص من المضخات يسمى بالبوستر بومز حتى تتم عملية التفريغ لهذا التانك. Secondary battery required when type A used فقط. Hold space must inerted when carrying flammable cargoes. يعني عندما تكون عندي الحمولة أو النوع المادة المحمولة تتفاعل وتكون الاحتراق جدا عالي مالتها، فيجب أن يعزل أو يوضع في المساحة الفارغة ما بين الـ primary و secondary tank barriers. يجب أن يوضع inert gas يعني غاز خامل حتى نمنع عندي هذا الاحتراق. النوع الخامس الـ LNG ships carry large volume of LNG at boiling point which is equal to minus 162 degrees Celsius. Capacity 125,000 إلى 135,000 متر مكعب. Containment system types are gas transport membrane وتكني gas membrane وindependent B prismatic. يعني هذه ملاحظة أنه في هذا النوع من السفن يستخدم التانكيات التالية اللي هو الممبران تانك بنوعيه اللي هو الغاز والتكني غاز، وعندي النوع الاندبندنت تانك بي. All LNG ships have double hull through cargo length. Secondary barrel required. Cargo boil off is burned as fuel. All the spaces around the cargo tanks are continuously inerted except spherical type B if it filled with dry air. يعني فقط التايب B راح نوضع بالهولد سبيس dry air، أما البقية هي راح نوضع بها غاز خامل أو inert gas. Continuous gas monitoring of all hold space is required. يجب أن يكون هناك مراقبة لكل الحيز الموجود حول الخزان. Reliquefaction is required. أيضا عملية reliquefaction تكون مطلوبة في هذا النوع من السفن. Most LNG carriers have a steam turbine propulsion plant. Steam turbine اللي هو توربين بخاري يثبت على سطح هذه السفينة. الغرض من عنده أنه حتى نحول، يستخدم بريليكوفاكشن حتى نحول البخار هذا إلى عملية تدخل ضمن البروبولجن بلانس. غاز كارير لايوت طبعا هذا الجزء جدا مهم، أنه هو تصميم كيفية تصميم السفينة من الخزان إلى الغرفة إلى عملية وضع المضخات إلى آخره.
المميزات إما تحب أنه تذكرها على شكل نقاط أو تذكرها على شكل فقرات، هذه تعود إليك، ولكن أنا رتبتها على شكل نقاط حتى تسهل مع الشرح طبعا مع الرسم. Pump room and pipeline should not be placed below the upper deck. Therefore, submersible pumps used for cargo discharge. يعني أنا عندي على سطح السفينة هناك غرفة المضخات تسمى وغرفة الأنابيب. فمن الأشياء ضرورية جدا يجب وضع هذه الغرفة فوق سطح السفينة وليس تحت سطح السفينة، ولذلك احنا نحتاج نوع المضخات الغاطسة تسمى بالsubmersible pumps في عملية النقل، نقل الغاز أو تحميل الغاز السائل. Pipelines to cargo tanks must be taken through a cargo tank dome which penetrates the deck. يعني البايبلاين، البايبات أو الأنابيب الممتدة على سطح السفينة يجب أن تؤخذ من قمة الخزان وتمتد على قمم الخزانات ويوضع لها رفوف أو ما يسمى بالراكس، وبالتالي عندما حتى أوصلها إلى غرفة المضخات أو الكمبريسر حتى يتم عملية تفريغها أو تحميل من خلالها. When ships are fitted with a re-liquefaction plant, this is located in a compressor house on deck. عندما تكون عندي على سطح السفينة re-liquefaction plant أو عملية أو منظومة إعادة تسييل تسمى، فيجب أن يكون هناك compressor house ويجب أن يكون على سطح السفينة، يعني فوق سطح السفينة المستوى. Adjacent to compressor house is an electrical motor. إلى جانب هذا compressor house يجب أن يكون هناك electrical motor room which contains the machinery for driving the re-liquefaction compressors. يعني compressor house يوضع بجانبه غرفة الكهرباء اللي تحتوي على compressors. Electrical motor and compressor rooms separated by a gas tight bulkhead. يعني تفصل عن طريق جدار، وفقط الأنابيب الممتدة من الكمبريسر إلى الموتور الإلكتريكال موتور، هذه هي تكون عندي مفتوحة ويجب أن تغلق ما بين، يعني الفتحة بعد ما نمد البايب أو الأنبوب، الفتحة الموجودة يجب أن تغلق أيضا ويجب أن يتم التأكد من إغلاقها السبب حتى أمنع عملية الليكيج من الكمبريسر روم إلى الإلكتريكال روم حتى أمنع عندي عملية حدوث أي شرارة وبالتالي حدوث حريق أو انفجار. الميزة الأخرى positive ventilation for the electrical room and negative pressure ventilation for the cargo compressor area. يعني أنا عندي حاليا compressor room وعندي electrical motor room. الإلكتريكال موتور روم يجب أن يكون أن تكون تحت ضغط موجب، الكمبريسر روم يجب أن تكون تحت ضغط سالب. السبب حتى لا تنتقل لي من الكمبريسر، ينتقل لي أي غاز من الكمبريسر إلى، في حالة إذا كان أكوليك ينتقل من الكمبريسر روم إلى الإلكتريكال روم وهذه العملية خطأ، فيجب أن يكون ضغط التهوية في الإلكتريكال موتور روم هو موجب وفي الكمبريسر أريا روم اللي هو سالب. Airlock entrance provided to motor room with two gas tight doors. يعني هناك بوابات موجودة
مثل ما راح نشوف هسه بالرسم، وأيضا الرسم موجود عندكم في الفصل. فيوجد بوابات، البوابات تفصل الكمبريسر روم عن الإلكتريكال روم، وبالتالي يكون الأبعاد لهذا الباب اللي هو 1.5 متر. Doors should be self-closing to ensure they are not open and alarms must be provided. يعني هذه البواب، الأبواب الموجودة يجب أن تكون أو تغلق أو تغلق أوتوماتيكيا بعد عملية الفتح. ليش؟ لأنه إحنا ما نريد نخلخل الضغط داخل هذه الغرف، لأنه إذا اختلف الضغط عندي داخل الغرف راح يؤدي لي إلى مشاكل. ويجب أيضا أن تجهز بأجهزة إنذار في حالة حدوث أي ليك معين. الكوفي درام required between cargo area and engine room and fuel tanks. الكارغو اريا والانجن روم اند فيول تانكس، مثل ما ذكرت انه تحتاج انه نتاكد من غلقه تماما. فالكوفي درام ريكوايرد اللي هو يسد لي ما بين الانجن روم وما بين الكتريكال موتور. فاير بروتكشن سيستم فيتد اون غاز تانكرز ووتر سبراي، هذه النقطه جدا مهمه. يجب تثبيت منظومه مكافحه الحرائق او حمايه الخزانات من حدوث حرائق معينة على سطح التانك وعلى كل السفينة بشكل عام. cargo tank evaporates يعني تتبخر. إذا نجي نقارن منظومة الخزانات الموجودة أو منظومة التسييل الموجودة على سطح السفينة مع منظومة التبريد العادية، منظومة التبريد الانضغاطية العادية مثل تكون عندي الثلاجة أو الاير كونديشنر السبلت إلى آخره، فراح يكون عندي الخزان، خزان الحمولة يعادل الإيفابوريتر اللي هو المبخر أو اللي هو الفريزر يعادله. ليش؟ لأنه دائما إحنا نحافظ على درجة حرارة واطية خلال أو داخل هذا الحيز. الحمولة المادة المحمولة تمثل لي الريفرجرانت في منظومة التبريد. السي ووتر يمثل لي الكولانت أوف ذا كوندنسر في منظومة التبريد. Liquefaction is boil off vapor to sufficient pressure to be liquid to be liquefied against normally seawater. يعني عملية التسييل هي جدا ضرورية حتى تمنع عندي زيادة أو الوصول إلى نقطة الغليان للمادة المنقولة. The vapors created due to ambient heat input while maintaining constant pressure in the storage vessel are called boil off. يعني boil off هي نقطة يكون عندها vapors created due to ambient heat input، يعني هو ينتج عن الهيت الداخلة أو الدرجة أو كمية الحرارة الداخلة إلى هذا التانك، وبالتالي تؤدي إلى عملية تبخير للسائل الموجود داخل هذا الخزان. هذا هو الشكل أمامكم. يضم عندي غرفتين، الغرفة الأولى اللي هي غرفة الكمبريسر، كمبريسر روم، مثل ما تلاحظ أنه 3 كمبريسرات موجودة عندي في هذا الجزء، وأيضا عندي الكوندنسر المكثف يكون عندي. وإذا تلاحظ الكمبريسر مربوط مع الالكتريكال موتور، الالكتريكال موتور هو موضوع بغرفة واحدة ويوجد فاصل فيما بينهم، فقط الجزء اللي ينقل أو الشفت اللي ينقل ما بين الموتور وما بين الكمبريسر هذا راح يكون مفتوح، ولكن أيضا يتم غلق الجزء المتبقي من الفتحة. فهذا هو الرسم جدا مهم. وأيضا إذا تلاحظ الأبواب الإيرلوك، باب للإلكتريكال روم وباب عندي للإنجن روم، وهذه تكون سيلف كلوزينج يعني أوتوماتيك، ويكون عندي مثل ما ذكرت الميزة المهمة إلكتريكال موتور فنتيليشن سيستم which is must be positive
والكمبريسر روم يجب أن يكون نيجاتيف. فاير بروتكشن سيستم عندي الووتر سبريشن، عندي نوعين من الفاير سيستم، عندي إما فاير بروتكشن باي ووتر أو فاير بروتكشن باي دراي باودر. فإذا كان عندي الووتر سبراي fitted on the following area، إذا كان عندي ماء منظومة مياه لمكافحة الحرائق فتثبت على الأجزاء التالية من السفينة اللي هي الكارغو تانكس دومز يعني قمة التانك الخزانات، والكارغو تانك اريا above deck وكل الاريا الموجودة على فوق سطح السفينة، كارغو manifold اريا اللي هي نقاط الدخول والخروج للأشخاص، و the front of the accommodation including lifeboat boarding areas يعني نقاط التحميل والتفريغ أيضا، وعندي النقطة الخامسة اللي هي control room bulkhead facing the cargo deck يعني أيضا يثبت أمام control room أو لوحة التحكم أو لوحة السيطرة أو غرفة السيطرة. بالنسبة إذا كان عندي the dry powder must fitted on gas tankers too يعني هذا كاحتياط يكون عندي، إما يكون عندي منفصل أو يكون عندي مزدوج السيستم. إذا كان عندي مزدوج فيجب أن يثبت أيضا على سطح قمة الخزان. Dry powder insulation is activated by nitrogen pressure which is stored in cylinders adjacent to the powder containers. يعني الباودر هو عبارة عن نيتروجين، هذا النيتروجين راح يكون مخزون داخل خزانات اسطوانات موضوعة بجانب ال powder containers إلى هذا الحد نكون قد أكملنا هذا الجزء مثل ما ذكرت. وفي كل محاضرة إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار فالجوجل كلاس روم المنصة موجودة بإمكانكم السؤال على هذه المنصة مثل ما ذكرت سابقا. وبهذه المحاضرة الفصل اللي يتعلق بالليكويفايد غاز قد انتهى، وشكرا جزيلا لكم.